استاذ عصام، يعني واحنا بنتكلم برضو عن الدروس المستفاده ونتكلم عن ابرز الملاحظات في المرحله الثانيه، هل في نقاط معينه لفتت نظرك؟ هل في نقاط معينه يعني قررت وتاكدت انها يعني تميز هذه المرحله عن المرحله السابقه؟ المرحله دي تميزت بانه في تستطيع انك تلحظ زياده في نسبه التصويت، ربما تكون اسبابها مختلفه عن المرحله الاولى، ربما ما حدث في فرنسا وحدث في بلجيكا ربما دفع قطاع في المجتمع اللي هو دايما بيميل للاستقرار ولديه خوف من التدخلات الخارجيه في الشؤون الداخليه المصريه، ربما ده حفز المواطنين انها تشارك في الانتخابات او تزيد نسبه التصويت. عندك كمان عدد المصوتين كان اعلى من المرحله الاولى، عندك كمان عدد المرشحين كان اعلى، لكن المرحله الثانيه كانت المعركه فيها كانت معركة تكسير عظام من الطراز الأول، يعني ربما الناس أدركت أخطاء المرحلة الأولى تفادوها في المرحلة الثانية. لكن أنا عايز أضيف اللي قاله أستاذ ياسر فيما يخص البرلمان، لأن دول نقطتين مهمين جدا. أولا البرلمان القادم ده يعني لا يملك رفاهية الفشل، يعني الأمال معقودة عليه كبير. البرلمان القادم ده هو اللي هيعمل المفوضية الخاصة بالإعلام والمفوضية الخاصة بالانتخابات، يعني عليه أعباء ضخمة جدا، ولو فشل يعني معناها بالضرورة أن بيرسخ هذا الفشل بالنظام بالكامل. أقدر أقول لك إحنا كل اللي بتمناه ان احنا ما قدرناش نجسر المسافه ما بيننا وما بين الاجيال الجديده في الانتخابات ديت، فعلينا ان احنا نجسر المسافه ديت من خلال تقديم اداء متميز للبرلمان القادم، لان لو فشل البرلمان القادم في تقديم اداء متميز انت بتخسر الاجيال الجديده اللي بتربطها بصناعه المستقبل، اللي بتربطها بانهم يمارسوا السياسه، وده بقى بيجرنا انه الانتخابات دي هيترتب عليها انك انت الخريطه الحزبيه بالكامل في مصر هتتغير، الخريطه السياسيه بالكامل هتتغير، ففي نتائج كبيره هتترتب على نتيجه هذه الانتخابات.